الأسطورة محمود الخطيب عند جمهور النادي الأهلي، الأسطورة شيكابالا عند جمهور نادي الزمالك. واحد هيقول لي أنت بتقارن ده بده، أقول لك حاجة واحدة بس في المقارنة، هتقولي تاريخ. يمكن الكابتن الخطيب عمل أجوال كتيرة جدا 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 حلوة، أحرز بعض البطولات مع النادي الأهلي، بس يمكن الكابتن محمود الخطيب يمكن لم يشارك في كأس العالم. حاول كثيرا، وكان ممكن يرجع أيام الكابتن جوهري، كان في كده كلام إنه ممكن يخش القائمة كتكريم ليه كاسم كبير جدا في عالم الكرة المصرية سنة 89، بس الموضوع كان بعد اعتزال الكابتن محمود الخطيب، ولسوء حظنا كمصريين إن الكابتن محمود الخطيب لم يشارك في كأس عالم، هو والكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاتة والكابتن أسامة خليل والجيل العظيم جدا اللي كان موجود وقتها في الكرة المصرية، وكابتن علي أبو جريشة وكابتن حمدي نوح وأسامي كثيرة جدا كانت موجودة، كانت مواهب مالية العالم، مواهب مالية الكرة المصرية، بس ما حصلش إن احنا لعبنا كأس عالم بقيادة الكابتن محمود الخطيب. يمكن شيكابالا شارك مع منتخب مصر اللي شارك في كأس العالم 2018، ويحسب لي إنه كان موجود في هذه الأيام وأحرز هدف تاريخي وأسطوري كان مع المنتخب المصري في مباراة غانا، ودي بقى لها قصة وحكاية تانية هحكيها لكم بكرة وبعده. يعني أنا اليومين الجايين يعني هركز شوية مع أسطورة مصر شيكابالا، الأسطورة شيكابالا. جمهور نادي الزمالك من دلوقتي دشنوا الهاشتاج اللي أحمد جمال بيقول لكم عليه وبينادي بيه، أن شيكابالا هو الأسطورة، والأسطورة يا شيكابالا. عارفين إيه الحاجتين اللي بيتفق عليهم الاثنان؟ ممكن يا جماعه تنزلوا صوره الكابتن شيكابالا وصوره الكابتن محمود الخطيب، طالما انا بتكلم على الاسطورتين. في اسطوره اسمها الخطيب في الكوره، وفي اسطوره اسمها شيكابالا في الكوره. اهداف شيكابالا اللي احرزها مع نادي الزمالك ومع الانديه اللي لعب بيها بره فيها بره مصر هي اهداف اسطوريه. هي اهداف مش اي لعيب يقدر ان هو يجيب الاجوال دي، مش اي لاعب. مش اي لاعب يعني. انا طبعا عشان ما عنديش حقوق فمش عارف ازيع الاهداف، بس انا بستمتع بيها لو اتفرجت عليها في برامج عندها حقوق او شفتها على الانترنت او على اليوتيوب. بشوف اجوال ما ينفعش حد يجيبها غير شيكابالا، زي برضو ما كنت بشوف اجوال ما كانش ينفع يجيبها غير محمود الخطيب. اذا اشترك الاثنان في صنع البسمه والبهجه للجماهير المصريه على مر الزمان، ان كان في السبعينات والثمانينات كابتن محمود الخطيب، ففي الالفيه الجديدة شيكابالا مع نادي الزمالك ومع كل الفرق اللي لعب بيها ومع المنتخب الوطني المصري. الاثنين اشتركا في صنع البسمة، الكابتن محمود الخطيب عند جمهور النادي الأهلي وشيكابالا عند جمهور نادي الزمالك. الكابتن محمود الخطيب أحرز أهداف أسطورية، جول عظيمة جدا ما يجيبهاش غير محمود الخطيب، حدث ولا حرج. وشيكابالا أحرز أهداف مع نادي الزمالك ما يجيبهاش إلا شيكابالا. أنا عمري ما أنسى له ماتش إنبي، الجول اللي جابه في انبي خلى ميدو العالمي كان ساعتها مدير فني لنادي الزمالك جري في استاد بتروسبورت، لانه احرز هدف ماركو فان باسن في سنه 88 في داسايف في الاتحاد السوفيتي في نهائي اوروبا، جاب شيكابالا جول اصعب من اللي جابه ماركو فان باسن في مرمى نادي انبي، هدف اسطوري ما يجيبوش غير لاعب غير عادي اللي قدامكم ده شيكابالا، واللي قدامكم ده الكابتن محمود الخطيب النجم الكبير وأسطورة النادي الأهلي. إن كان الكابتن محمود الخطيب هو أسطورة النادي الأهلي، فالكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا هو أسطورة نادي الزمالك. هو ده اللي أنا طالع أقوله، طالع أقول إن الاتنين اشتركا في إسعاد الملايين. الاتنين دولت يا جماعة جواهر مصر أنجبتهم. محدش يقول لي إن شيكابالا علشان واحد ولا حاجة سب ولا تنمر ولا عنصرية مرفوض الكلام دوت، وأنا أزعل من شيكابالا إنه يرد، لأن مجرد إن شيكابالا بيرد هو بيشهر اللي بيرد عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين يا نجم يا كبير، طبيعي جدا لما بتبقى عامل زي النجمة في السماء الكل بيحاول يطولك، بس عشان أنت نجمة في السماء المفروض ما تخليش حد يحاول يبصلك ويطولك.